مرحبا بكم في ميدلت، المدينة ديال التفاح وديال الطيبوبة والأمان والخير. ميدلت مدينة تبنات ما بين الأطلس الكبير والأطلس المتوسط، وتابعة جغرافيا وثقافيا للجنوب الشرقي للمغرب. وإداريا هاد المدينة تابعة للجهة ديال درعا تافيلات. الجمال المناظر الطبيعية اللي فيها بحال جبل عياشي أو عري وعياش، وجبل معسكر اللي حدا تنفيت، والمضايق ديال أحولي والويديان اللي فيها بحال واد وطاط ودان سكمير واد ملوية واد زيز، والدواور والقصورة اللي دايرين بهاد المدينة، والناس اللي ساكنين في هاد الدواور والطيبوبة ديالهم يخليوك تبغي تدوس كتر الوقت في هاد المنطقة هادي اللي عزيزة على جميع المغاربة والأجانب اللي كيزوروا هاد المنطقة. ميدلت هي تاني مدينة في المغرب تدرت فيها تريسينتي أو الأولى الكهرباء. ميدلت من أكبر المناجم اللي كاينه في البلاد في التاريخ ديال المغرب، وميدلت كتربط ما بين جوج الفضاءات الثقافية، الجنوب والوسط ديال المغرب. كلنا وأي واحد جا لهاد المنطقة هادي كيفرح وكيحس بالطمأنينة والأمان، وكيبغي يكتشف ويدوز الوقت. وحنا كنرحبوا بكم جميعا في هاد المدينة اللي عزيزة على أي واحد، حيت حنا خليط ديال القبائل، خليط ديال الأعراق، وكنرحبوا بالجميع. وشكرا لكم جيتوا تزوروا. مرحبا نور، مرحبا نور.